صباح الخير اللي عندهم صباح، ومساء الخير اللي عندهم مساء، وإن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وهذا فال جديد لكم على حسب الصحة، العتبة، الحظ والعاطفة والعمل. إن شاء الله فالكم فال خير، إن شاء الله فالكم فال إيجابي. ما تنسوليش البنات الضغط على زر اللايك وتفعيل الجرس على جميع الإشعارات ومشاركة رابط القناة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإن شاء الله فالكم فال خير. وغادي نبداو بصاحبة البشرة البيضاء. هذه انت يا صاحبة البشرة البيضاء، ونشوفوا الحظوظ ديالك من ناحية ديال الصحة، العتبة، الحظ والعمل والعاطفة. فهذه انت يا صاحبة البشرة البيضاء، كنتي متزوجة، مطلقة، عازبة، أرملة، كان عندك حبيب أو ما كانش عندك حبيب، الفال ليك. هذا العتبة أو البيت والحظ أو الزهر والحياة العاطفية أو الحياة الزوجية، ثم العمل أو كل ما يخص المصالح الحكومية أو محكمة أو إدارات أو دراسة. هذا الفال ديال صاحبة البشرة البيضاء. هذا قلبك، تخمامك، يأتيك الله. قلبك، تخمامك، يأتيك الله. قلبك، تخمامك، يأتيك الله. قلبك على مكالمة هاتفية، وكتفكري في مبلغ مالي كبير أو في حاجة ثمينة، وهنا غادي يكون عليك طاقات روحانية، أو غادي يكون عليك سحر، أو البعض فيكم كاين اللي غادي تغدر أو معرضة للغدر، وكاين اللي باغا دير طاقات روحانية. فمن الأحسن هاد الأسبوع هذا ما تديريش طاقات روحانية. فكنشوفك يا البيضة اللي كتنتظري الرد، يمكن كتنتظري رد على الصحة ديالك، يمكن دايرة تحاليل وكتسناي تشوفي النتيجة، او شي حاجة خاصة بالصحة ديالك كتنتظري الرد عليها، او انتي كتفكري ديري علاجات وكتقولي واش نديرها او ما نديرهاش. فكل ما يخص الانتظار على رد، او انك مترددة في شيء ما خص بالصحة ديالك فديريه، او الرد اللي غادي يكون عندك غادي يكون بشكل ايجابي. البعض فيكم كنشوفها غادي تكون مغيرة، واللي مقلقها واللي صدمها في هاد الايام المقبلة هو الرجل الاسمر. ممكن يكون زوج او حبيب او الابن ديالك او صديق او شخص معك في العمل، غادي يكون مسبب لك غيار، غادي يكون مسبب لك مشاكل، غادي يدمرك هاد الشخص هذا، وكأنه هذاك التعامل ديالو كله غادي يرجع على صحتك انتي. وكاين اللي عندها ممكن الزوج ديالها غادي يكون مريض، غادي تتمرض حتى هي المرض ديال هاد الزوج ديالها، غادي تتعب نفسيا. او كاين اللي عندها الابن، المهم هو شخص اسمر، او الاب او الابن او الزوج او الحبيب غادي يكون مريض، او غادي يكون عنده مشاكل خاصه باوراق، وغادي انتي تحملي معاه هاد العبء هذا، وغادي يرجع لك على صحتك. اما اللي كتفكر فيكم في زياره طبيب او راقي، ف او كانت دارت رقيه، فكنشوفك راكي كتمثلي للشفاء. ولكن لما كنا درنا على ثلاثه وشفنا انك في الايام الجايه وقفي، يعني ما ديريش طاقات روحانيه. اما اللي سبقت فيكم دارت رقيه او تعالجت، فالعلاج راهو جاي بالفائده، هذاك الشيء اللي درتي قبل راهو جاي بالفائده. كنشوف هنا في العتبه داخله لكم امراه من البلاد البعيده او اجنبيه، وداخله برزقه كبيرة، داخلة بحاجات إيجابية للعتبة، داخلة بحاجات جديدة للعتبة. يعني دخول هاد السيدة للعتبة ديالكم جايب لكم أرزاق وخير كبير
للعتبه ديالكم، كنشوف العتبه ديالكم صافيه، يعني العين والحسد هاد الايام هادي خارج على العتبه ديالكم، كنشوف العتبه ديالكم ظاهره، عندكم ارزاق جايتكم من برا، كاين اللي غادي تكون عندها مناسبه ساره بخصوص حمل او بخصوص ولاده. من رؤيتكم للقراءه يعني بعد 3 ايام او 3 ساعات ممكن يجيكم خبر ديالكم ديال الحمل او عندكم ولاده، او حد في العتبه معكم غادي يكون عنده ولاده. عندكم دخول امراه، الدخول ديالها ممتاز، قدامها كي كنقولوا قدام الربح، هي امراه اجنبيه او هي جايه من المدينه البعيده او البلاد البعيده، داخله برزقه كبيره. العتبه عندكم زهره، حتى من الناحيه الماديه غادي تكون الناس ديال العتبه ديالكم غادي يكون الناحيه الماديه مزدهره، او غادي قدر يكون عندكم مناسبه في العتبه، ممكن سبوع، ختان، او عيد ميلاد، او عيد زواج، فالامور في العتبه ممتازه جدا. بالنسبه للحظوظ ديالكم من الناحيه الماليه كاينه حظوظ ولو تكون بسيطه، هي اموال بسيطه، فانتم غادي تظهروا على هذه الاموال كان غادي تكون فيها بركه. اما الحاجه الكبيره اللي غادي تدخل العتبه فهي مشتركه بين افراد العائله، اللي خاصه بك انت غادي تكون هدية بسيطة أو مبلغ مالي بسيط ولكني غادي تكون فيه بركة. تصدقوا منه ولو كان قليلا، لأن هنا الفلك يقولك تصدقي منه حتى أنك تحسي بالحلاوة ديال هذاك المبلغ اللي كتصرفيه. هنا غادي يدخلوا أو عندك لقاء أو عندك حاجات مع مجموعة ديال الناس بالليل، ممكن يكون لقاء، ممكن يكون اجتماع، هو غادي يكون بالمساء، وغادي تسمعي من خلال هذا الاجتماع غادي تسمعي خبر اللي هو جديد. تنقول للبنات سواء كان الحبيب او الزوج ديالك حنطي او ابيض، فراه كيفكر فيك على نجوم الليل. الحياه ديالكم مازال مستمره، الحظ والقدر كيجمع بيناتكم. اللي عندها الابيض فهو كيبغي ولادو بزاف، وراه انت اللي غادي يكون عندك حمل، يعني انت نسبه الحمل غادي يكون عندك عاليه. بالنسبه اللي عندها الحنطي ممكن يكون عيد ميلاد او مناسبه او عزومه. كنشوف انت اللي عندك الابيض النحيف شويه كاين، كنحسو هنا كنشوفو غادي يكون شويه عصبي، فحتى انت كتكوني عصبيه، فإلا كان هو عصبي انت شويه بردي دمك. اما اللي غادي يكون عندها الحمل فهي اللي عندها الابيض عريض الكتاف. الحظوظ عندكم واخا حظوظ ماديه اللي هي بسيطه ولكن فيها وفره، والفال كيقول لكم تصدقوا بالاموال واخا تكون قليله تصدقي بواحد النسبه منها. كنشوف الحياه العاطفيه، نتوما خايفين من حياتكم العاطفيه هاد الايام، خايفين ديروا تجديدات، باغيين ديروا شي تغييرات وانتوما خايفين منها. انتيا اللي باغا تدخري اموال او باغا ديري حاجه دون علم الزوج ديالك او باغا تعطي حاجه دون علم الزوج ديالك في هاد الايام هادي، فما ديريش هاد الاشياء هادي، لان غادي يكون عنده خبر وغادي يوقع بيناتكم مشكل. فمن الاحسن خلي الحياه الزوجيه ديالك هادئه، وكذلك انتيا اللي عندك الحبيب ما تحاوليش ديري شي حاجه اللي انت عارفه ان الحبيب ديالك ما باغيهاش. الا كان عندك لقاء مثلا مع شخص او حبيب قديم فكنصحك ما تخلطيش، يعني لان الحبيب ديالك راهو مراقبك، راهو شك فيك، فعندك تمشي تخرجي او تكون لقاء بينك وبين شخص اخر، او مثلا تخلي رسائل عندك في البورتابل ديالك، باين هنا كاين حاجه غادي يكتشفها الحبيب ديالك وما غاديش يبغيها، فانتبهي في هذا الاسبوع هذا. كنشوف اللي عندها هنا الحما ديالها واهل الزوج، فهما كانوا ما باغيينكش، كانوا كيديروا لك سحر تفريق، كانوا باغيين يفرقوا بينك وبين الحبيب او بينك وبين الزوج، يعني السيده اللي كانت كتفرق بيناتكم هذه المراه الكبيره هذه كان لن يعود لها وجود، او غادي تمل وما غاديش تبقى
الدخل في حياتكم، كنشوفها هذا الاسبوع هذا مشغوله عليكم، يعني ما غاديش تدخل في الحياه ديالكم. بالنسبه للعمل، عندكم تحركات كثيره في العمل، عندكم تنقلات كثيره في العمل، اللي عندها شيء في محكمه او في اداره غادي يكون عندها كذلك تحركات، وانها تصيب الاوراق وغادي تمشي لهنا ولهنا ولهنا. كنشوف اللي عندها الاسمر وكتنتظر رجوع، راه ممكن يكون رجوع الى انت عرفتي كيفاش تهضري مع هذا الاسمر، الى عرفتي كيفاش تكوني هادئة في الكلام، فهو ممكن يكون رجوع بينك وبينه. واللي عندها حنطي وكانت مطلقه منه وكتنتظر منه فلوس، فنفقه او ارث كان عندك مع شخص اللي هو حنطي، فراه الارث ديالك غادي يوصل. الا كان هذا هو الطليق ديالك، راه الارث ديالك او النفقه ديالك غادي توصلك، غادي توصلك. اللي معاها في العمل شخص كان اسمر او كان حنطي، فراه يعاملك مزيان، راه يساعدك، راه نيته صافيه. اما اللي معاها الابيض في العمل، فكنشوفوا هذا الاسبوع هذا غادي يكون شويه استغلالي اناني، ردي بالك منه لانه غدار وممكن ياخذ منك اموال. كذلك بالنسبه اللي هما في الدراسه، فكذلك عندكم تنقلات من الناحيه الدراسيه، ممكن تغيروا المؤسسه اللي نتوما فيها، او عن طريق الدراسه ممكن تمشيوا المدينه او بلد اخر انكم تكملوا الدراسه ديالكم. فهذا ما جا في الفال ديالك يا البيضاء. فقلنا يا البيضاء، الا كنتي كتنتظري الرد على تحاليل او الرد على حاجه كنتي درتيها على الصحه ديالك، فالرد غادي يكون ايجابي. الا كنتي خايفه على صحتك ما تخافيش، فالامور جيده جدا. كنشوف المراه البيضاء اللي كنتي دايره رقيه، او كنتي دايره طاقه روحانيه، او كنتي كتعالجي عند الطبيب، فراه جايه بالفائده، راه صحتك تتحسن. وكنقول لكم من رؤيتكم للقراءه فما بعد لستة او سبعه ايام ما ديروش طاقه روحانيه. كنشوف فيكم البيضاء كاين اللي عندها الزوج او الحبيب او الابن او الاب او الاخ او شخص ما كتعاملي معاه هو اسمر، غادي يسبب لك شويه الغيار، او غادي يألمك، او غادي تكوني حاسه بالم مع هذا الشخص هذا. وحتى الا كان هذا الزوج ديالك او الحبيب، فشويه غادي يكونوا خصومات، غادي تاثر عليك، او ممكن يقول لك حتى يهضر لك حتى على الفراق، ولو يكون كيحبك فممكن يهضر على الفراق هذا الاسمر هذا. البنات غادي تقولوا لي علاش ما هضرتيش على الاسمر، لان هذا هو اللي باين مع الاسمر، وهنا كيفكر في الرجوع. اما اللي قالت لي واش كيبغيني ولا، فما كاينش، يعني الامور هادئه. فقط هنا ممكن يكون الحبيب ديالك غادي يكون بيناتكم غيار، او الزوج ديالك وغادي يهضر بخصوص طلاق، او غادي يكون بيناتكم خصام، وهذيك اللي مطلقه هي اللي غادي يكون عندها حظ في الرجوع الى عرفت كيفاش تتعامل مع الطليق ديالها. بالنسبه للعتبه، داخله لكم سيده من البلاد البعيده او اجنبيه بارزاق كثيره، عندكم اموال مشتركه مع الاهل ديالكم، كاينه مناسبه ساره في العتبه، ممكن حمل او عقيقه، او ممكن عيد زواج او عيد ميلاد او عزومه غادي تفرحوا عليها. كنشوف العتبه ديالكم زاهره ونقيه، العين والحسد راهو خارج. بالنسبه للحظوظ، غادي تكون عندكم حظوظ ماليه متوسطه، الفال واخا حظوظكم الماليه متوسطه كيقول لكم تصدقوا من الاموال ديالكم. غادي يكون عندكم اجتماع او مقابله مع مجموعه ديال الرجال، وفي الاخير هذا الاجتماع ولا هذا اللقاء غادي يكون للصالح ديالكم. اللي عندها اللي كتقول واش كاينه استمراريه بيني وبين الحنطي او الابيض، سواء كان عريض الكتاف او الناحف، فالاستمراريه كاينه، الحظوظ معهم كاينه. الحنطي عندك معاه مناسبه ساره، كيفكروا فيك على نجوم الليل، لا الحنطي ولا الابيض عريض الكتاف. اللي عندها الابيض عريض الكتاف نسبه ديال الحمل كبيره مع هذا الابيض هذا. كنشوف اللي هو ابيض ناحف شويه غادي يكون معصب، وانت معصبه فهدؤوا الوضع. وهذا الابيض هذا مازال غادي يقول لك خبر مهم، وكان الخبر اللي غادي يقول لك ما غاديش يعجبك وغادي تغوتي عليه او غادي تعصبي عليه. من الناحيه العاطفيه، انتبهوا لحياتكم العاطفيه، لان
كنشوفكم هي البيضات كأنكم غادي ديروا شيء ما، غادي الزوج او الحبيب ما غاديش يعجبو هذا الشيء اللي غادي ديري. ممكن باغا تشري شي حاجه، او باغا تعطي شي حاجه، او باغا تمشي في لقاء مع احد وهو ما باغيش انك تمشي، فما ديريش هذا الشيء. هذا يعني كأنك غنان غنان معاه، فراه غادي يرجع لك على حياتك وغادي يكونوا عندك مشاكل. بالنسبة للمرأة الكبيرة اللي ممكن تكون الأم أو الأهل ديال الحبيب أو الزوج ديالك اللي كانت كدير لك سحر أو كانت كتنكد عليك الحياة ديالك، فكنشوفها هذا الأسبوع غادي تكون مشغولة أو ما غادش يبقى لها أثر في الحياة ديالك، لأن كنشوف الحياة ديالك غادي تحسن العاطفية من بعد. بالنسبة للعمل فكنشوف عندك تغييرات في العمل، اللي كتنتظر رجوع الحقوق ديالها عن طريق محكمة، فالحقوق ديالك غادي ترجع. اللي هما في التعليم فعندكم تغيير المؤسسة التعليمية أو سفر لمدينة أخرى للدراسة. وتنقول اللي معها موظف أبيض فانتبهي، لأن كنشوفه غادي يكون غدار أناني وممكن ياخد منك حتى فلوس. أو اللي معها الأسمر والحنطي في العمل وكتعاملي معهم كيبغيوك، عندك حظوظ معهم، حاجات إيجابية مع هاد الأشخاص هادو. هذا كان الفال ديال يا البيضاء، ونشوفوا الفال ديال الحنطية إن شاء الله. يا الحنطية فالك فال خير وفالك فال إيجابي. ما تنسيليش لايك وتفعيل الجرس على جميع الإشعارات ومشاركة رابط القناة على مواقع التواصل الاجتماعي. فغادي تكوني انتي هدية الحنطية والصحة ديالك، العتبة، الحظ، والحياة الزوجية أو العاطفية، ثم العمل أو كل ما يخص الإدارات والمؤسسات الحكومية أو المحكمة والمؤسسات التعليمية. إن شاء الله يا الحنطية فالك فال خير، إن شاء الله فالك فال إيجابي. هذا الفال ديال صاحبة البشرة الحنطية، متزوجة، مطلقة، أرملة، عازبة، كان عندك حبيب أو ما كانش عندك حبيب، إن شاء الله فالكم فال خير، إن شاء الله فالكم فال إيجابي. هذا قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك على فلوس، كتفكري في اوراق، ياتيك الله بخبر من دابا 4 ديال السوايع او 4 الايام، الخبر اللي كتنتظريه راكي غادي تسمعيه. كنشوف اللي مأثر عليك وعلى حالتك هي المادة، الفلوس، الفلوس مأثرة لك على حياتك، كتنتظري خبر هزلو هم كبير بخصوص حاجة ثقيلة أو بخصوص حاجة ثمينة أو بخصوص فلوس. انتبهي في الأيام الجاية من الرجل الأسمر، كيف ما كان زوج حبيب ابن آخر، رجل كتعاملي معاه غادي يكون شوية غدار، غادي يسبب لك مشاكل، غادي يكون صداعو أكثر هاد الأيام الجاية. فممكن هنا كاين اللي الابن ديالها باغي يتزوج وهي ما باغياش، وغادي تلقاي معاه مشكل. وكاين هنا اللي هي مزوجه والزوج ديالها او الحبيب ديالها تيقول لها انا راني غادي نتزوج وهذا الشيء هذا غادي يمرضك ولا غادي يتعبك. كنشوف بالنسبه للعتبه عندكم مرأة، تنتوما بحال الفال الاول، عندكم امراه جايه داخله العتبه ديالكم هي اجنبيه او من البلاد البعيده، فسبحان الله نفس الحظ ديال البيضه، داخله بالخير، داخله بالزهر. هاد المراه اللي غادي تدخل لكم العتبه غادي تساعدكم مساعده كبيره جدا. هاد المراه اللي غادي تدخل لكم العتبه ممكن فيكم البعض اللي باغا تسافر غادي تساعدها في السفر، ممكن اللي باغيه زواج ممكن هاد السيده غادي تساعدك في الزواج، او انت اللي ما عندكش حبيب ممكن داخله على اساس انها تخطبك، او داخله على اساس انها تقول كاين شخص باغي الزواج واش انت قابله. كاين اللي غادي تدخل عندهم هاد المراه هادي جايبه رزقه كبيره او غادي تساعدك في الحصول على رزقه كبيره. فالعتبه ديالكم زهره حظوظ هاد الايام هادي رائعه جدا، فاستغلوا الفرصه. كاين
وحده اللي غادي تدخل العتبه ديالكم، غادي تساعدكم مساعده كبيره. فكل وحده فيكم والمساعده كيفاش غادي تجيها، فاستغلوا الفرص لان الامور عندكم ظاهره. ممكن اللي غادي يتسهلها السفر، ممكن اللي غادي تسهلها زواج، ممكن اللي غادي تسهلها حاجه قيمه باغي تشريها غادي تسهل لك فيها، ممكن اللي باغا تحصل على مبلغ مالي غادي يحصل مبلغ مالي، وممكن حتى اللي غادي تساعدك هذه المراه هذه في الرجوع والتصالح مع الطليق او مع الحبيب ديالك. بالنسبة للحظوظ فمن الناحية المادية متوسطة، ولو انها متوسطة غادي تعجبكم هاد الاموال اللي داخله لكم، غادي تفرحوا عليها. هاد الاموال اللي هي داخله واخا هي بسيطة، غادي تساعدكم باش انكم ديروا حفل انتم طالما انتظرتوه، او مناسبة طالما انتم ما انتظرتوا ديريها ديروها فراكم، غادي ديروها على نجوم الليل. ممكن كاين هنا اللي كان عندها ولادة وما احتفلتش بالعقيقة، فغادي تحتفل بهاد العقيقة هذه. وكاين اللي باغية دير ختان فغادي الابن ديالها، فغادي يكون هاد الشيء هذا. وكاين اللي بنتها او الابن ديالها في السن ديال الزواج وانها خطبت له او زوجته ما دارتش حفلة، فجايين فلوس اللي غادي يخليوك انك ديري هاد المناسبة ولا هاد الحفل هذا. تنقول لك الحين طياره كاين غادي تظهري على شيء مشترك مع المراه البيضاء، يعني انت والمراه البيضاء غادي تكتبوا او غادي يكون بيناتكم عقد، والعقد غادي يكون جيد بينك وبينها لان دايز بيناتكم محامي او رجل اداري. بالنسبه للعاطفه كنشوف العاطفه سواء كان الحبيب ديالك ابيض او اسمر، فالحب كاين، ولكني كنشوف ان الحبيب ديالك او الزوج ديالك ما عطياش حقه عاطفيا، لان كنشوفه خصوصا هنا الابيض كنشوفه متاثر عاطفيا، يعني كيبغيك كيحبك، ولكني انت عاطيه بالظهر للناحيه ديال الحب، ما كتعطيش حقوقه سواء كان ابيض او كان اسمر. فالابيض تابعك وكيعطيك فرصه وجوج وثلاثه وقلبه مغير، هو تحت امرك والشيء اللي بغيتيه ينفذوا لك. كذلك هنا كنشوف اللي هي عندها الاسمر، فانت كتردي عليه بالظهر حتى هو غادي يرد عليك بالظهر، لانك عاطفيا ناقصه عاطفيا مع هذا الاسمر هذا. فراه غادي يجي واحد الوقت اللي غادي يمشي ويخليك، وها حنا شفناها هنا هذا اللي عندك سمر ممكن صافي يمل ويخليك، لان كنشوفه صافي واخا كيبغيك غادي يعني تنازل على هذاك الحب، لانك ما معيشاش الحاجه العاطفيه اللي هو باغيها معك. بالنسبه اللي عندها الحنطي ف وحط اوراقك في المحكمه على الطلاق، فالطلاق راه غادي يكون. اللي كتسال على الحنطي واش كيبغيك ولا ما كيبغيكش، راه كيبغيك، ولكن انت اللي حاطه اوراقك في المحكمه للطلاق، الطلاق راهو غادي يتم. الطلاق اللي بيناتكم ناتج على سحر او هضره سمعها الزوج ديالك. وكذلك انتيا اللي عندك هذا حبيب فانتبهي، لان الناس كيهضروا والناس باغيين يفرقوا بيناتكم، واخا هو كيبغيك. كنشوف اللي هما موظفات او في الدراسه عليكم العين والحسد كثير هاد الايام، عندكم بلوكات عندكم عراقيل، حتى شوفي الا كان عندكم سفريات اللي هي المسافه قصيره او عندكم تحركات او خصكم تصيبوا حوايج في هذا الاسبوع هذا، ما غاديش يكون عندكم تسهيلات فيها. واحد 6 ايام غادي يكون عندكم صعوبه في الحصول على الاوراق او صعوبه في الحصول على النتائج اللي باغينها، سواء عن طريق محكمه او مؤسسه تعليميه او في العمل. عندكم بلوكات، عندكم عراقيل، عندكم عين وحسد. انت اللي مع الحنطي راه عليك السحر، والسحر هو اللي غادي يفرق بينك وبين هذا الحنطي. انت اللي حاطه اوراقك على الطلاق، غادي يتم الطلاق. ممكن هذا الحنطي واخا يكون كيبغيك، هو سمع هضره وكلام عليك وهو اللي خلاه انه يطلقك، او السحر دايز بيناتكم. الا كنتي كتساليني على الحب، هو كيبغيك، الحب كاين، ولكن الناس كيدوزوا بيناتكم انت وهذا الحنطي هذا. فكان هذا الفال ديالك يا الحنطيه، فقلنا
غادي تكوني هزة حملة هم كبير بخصوص الفلوس، كتنتظري خبر بخصوص حاجة ثمينة أو بخصوص فلوس. انتبهي الأيام الجاية من الشخص الأسمر، كان حبيب، كان زوج، كان أخ، كان أب، كان رجل كتعاملي معاه أو معك موظف في إدارة، فغادي يكون غادي يغدرك، وهذاك الغدر ولا الشمتة أو غادي يدوخ عليك كي كنقولوا، وغادي يبقى فيك الحال. وكاين اللي عندها هذا الابن ديالها باغي يتزوج، انت ما غاديش تكوني باغيه، ولكن هو باغي يتزوج هذيك السيده او هذيك البنت اللي اختار غصبا عليك، وهذا الشيء غادي ياثر فيك على نفسيتك. كنشوف عندكم مراه داخله لكم العتبه، هي اجنبيه او من البلاد البعيده، دخولها ظاهر ودخولها فيه خير ليكم. كاين اللي غادي تساعدها هذه المراه في السفر، كاين اللي غادي تساعدها في الزواج او غادي تقترح عليها شخص باغي يتزوج، كاين اللي غادي تساعدها في الحصول على مال، وكاين اللي غادي تساعدها في الرجوع مع الطليق او الحبيب ديالها. وكنشوف بالنسبه للحظوظ دخل لكم اموال قليله، ولكن واخا هي اموال قليله غادي ديروا بها الكثير والكثير. ممكن اللي كتنتظر انها دير مناسبه او دير حفل، وكانت كتنتظر مده طويله، هذه هي الفرصه باش غادي ديري الحفل او هذه المناسبه اللي باغيه تحضري ليها. كنشوف اللي عندك معاها شراكه او عقود او عمل مع المرأة هذه اللي هي بيضاء، فالعقود راها غادي تمضى، والتغييرات اللي بغيتي ديري مع هذه السيدة راها غادي تطرى، وغادي تطرى بشكل إيجابي. بالنسبة للعاطفة كنشوف سواء كان الحبيب أبيض أو أسمر فراه كيبغيك، ولكن هذاك الأبيض راهو مغير وما عجبوش الحال. هو يدير لك اللي بغيتي، هو يساعدك في اللي بغيتي، يحضر لك اللي بغيتي، ولكني كنشوفك انتي رد عليه بالظهر، ما عطياش وقت، وهو مازال صبر عليك ومازال كيتسناك انك تعامليه واحد المعاملة اللي هي حسنة، تعامليه كزوج، مازال كينتظرك. اما الاسمر اللي عندها الاسمر واخا كيبغيك راه صافي، فاض به، وصل الحد الاقصى ديال الصبر، فغادي تزيدي شويه غادي يمشي وغادي يخليك هذا الاسمر هذا. بالنسبه للحنطي اللي حاطه ورقها على المحكمه للطلاق، الطلاق غادي يختم، راه اللي فرق بيناتكم هو السحر او كلام سمعوه هذا الحنطي عليك. تنقول للسيدات او البنات اللي هما عاملات او موظفات، عليكم العين والحسد، عندكم عراقيل في العمل ديالكم اللي هما في الدراسه، وكذلك عندكم بلوكات باغيين تصيبوا حاجه هذا الاسبوع، ما غاديش يكون عندكم حظوظ، ما غاديش تصيبوا الاشياء ديالكم. فهذا مجال الفال ديالك يا الحنطيه، ونشوفوا ان شاء الله السمراء، وفالك فال خير يا السمراء. ما تنساليش الضغط على اللايك وتفعيل الجرس على جميع الاشعارات، ومشاركة رابط القناة هو موجود في صندوق الوصف على وسائل التواصل الاجتماعي، وان شاء الله فالكم فال خير وفال ايجابي. هذه انت يا السمراء، عاطفة، عتبة، عمل، والحظ. عادي انتي ونشوفو كالسمرة من ناحية الصحية، ونشوفو البيت ديالك او العتبة، ونشوفو الحظ والحياة الزوجية او الحياة العاطفية، ثم العمل او كل ما يخص المصالح الحكومية والدراسة، وان شاء الله فالك فالخير. كنتي متزوجة، مطلقة، ارملة، عازبة، كان عندك حبيب او ما كانش عندك حبيب، الفال للجميع. هذا قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله. قلبك على شباب صغير او على الغايب او لوجه جديد، او عندك حد في السجن وانتي حامله الهم ديالو، كتنتظري مكالمه هاتفيه، انتي معرضه لطاقات روحانيه هاد الاسبوع هذا، او معرضه للسحر. فاللي كيبان هنا يا السمراء، انتي حامله هم، باغيه يكون عندك طفل او باغا تحملي، وخايفه، فرت عندك فرحه، والحمل اللي كتفكري فيه راه غادي يكون. الا كنتي كتنتظري الغايب، والغايب مسبب لك مشكل نفسي، راه الغايب غادي يجي وعندك عليه فرحه،
وكذلك اللي هي دخل في حياتها شخص جديد وكتقول ما عرفتش هذا الشخص الجديد واش فيه خير ولا لا، فراه فيه خير. واللي عندها سجين وكتقول ما عرفتش واش غادي يخرج او لا، فراه غادي تفرحي بالخروج او على الخروج ديالو. بالنسبة اللي عندها الحنطي فانتبهي، كان زوج كان حبيب فانتبهي، لانه شوي غادي يكون مريض او غادي يكون مغير او غادي يسمع خبر اللي هو غير صار وغادي يأثر على النفسية ديالو، فتحمليه وقفي بالجنب ديالو، لانك انت هي كيبان لي واحد البعض منكم ما كاينش عندها هذيك القدرة انها تحمل الواحد، فتحمليه هاد الايام هادي اللي هي مفقوسة على الاسمر، وكتقول هاد الاسمر واش مازال غادي يتصل بيا، واش مازال غادي يهضر معايا، هو مازال غادي يهضر معاك، ولكني هنا كيبان لي حنا غادي نهضروا عليه هنا، لان هو كيفكر في الاتصال، لان كنحس او كنشوفك انك متدمره مغيره مقهوره من عند هذا الاسمر، كيفما كان حبيب زوج اخ اب او صديق او ابن، فحمله الهم وكتنتظري فوقتاش يهضر معاك او يتصالح معاك. هو كيفكر في هذا الشيء، هو غضبان عليك حتى هو بواحد الشكل كبير، كيفكر انه يهضر معاك، لان هنا كيبان لي ان راه هذا السيد هذا الاسمر عليه طاقات سلبية او عليه سحر، فهو يعني راهو عامر مزيان بالطاقات اللي هي سلبية. السمراء كنشوفك هاد الايام غادي تكوني كتسهري بزاف، عندك ارق، كتفكري في المستقبل ديالك، كتفكري في العتبة، كاين اللي كتفكر في شراء بيت او تغيير العتبة. ما تخافيش بهذا الخصوص ديال العتبة، لانك مازال غادي تسهري، مازال غادي تكون عندك بيت، او اللي بغات تغير العتبه مازال غادي تغيري العتبه. وكاين اللي عندها العتبه كانها كانت كتحس بالثقل وهي في العتبه ديالها، بحال الايام الجايه غادي تحسي شويه انفراج، غتحسي بالعتبه شويه، بقيتي كترتاحي فيها، كتحسي بالهدوء، كانت كتبان لك كحله غادي تبقى تبان لك شويه زهره العتبه. اللي كانت كتنتظر الرجوع ديال الحنطي فهو غادي يرجع للعتبه، سواء كان اب كي قلنا او اخ او زوج او حبيب، فالرجوع ديالو غادي يرجع، وغادي يرجع بالحاجه ثقيله، وغادي يرجع بارزاق كثيره. ولكن انا هذا الحنطي هذا كنشوفه اما مريض اما سامع خبر اللي هو مأثر عليه، فاستحمليه. بالنسبه اللي كتهضر على الابيض وكتقول واش كيفكر فيا ولا ما كيفكرش فيا، كنشوفه مره كيفكر بصفه عامه، يعني ما كيفكرش واحد التفكير اللي هو دائما ولا قليل، لما انك غادي تجي في بالو هاد الايام هادي كنشوف غادي يكون عنده طرف ثالث هاد الابيض هذا، واخا هاد الطرف الثالث مازال حتى غادي تفرق معاها، مازال حتى غادي تغير معاها، او غادي يكون بيناتهم خصام، ولكني هاد الايام الجايه راه ما غاديش يعطيك وقت، لانه كانه كيبغي هاد السيده اكثر، وغادي تخلى عليه وغادي تفرق معاه، وغادي تسبب له الم كبير، وممكن عاد غادي يرجع لك من بعد هاد الابيض هذا. بالنسبه للحظوظ كنشوف حظوظ ماديه كبيره جدا، رزقه تاني كبيره تاني غادي يكون عندك في هذه الايام المقبله. مكالمه هاتفيه كتنتظريها بخصوص ارزاق راه غادي توصلك، مكالمه هاتفيه كتنتظريها بخصوص تغييرات راه غادي توصلك. انتيا محظوظه انك ديري تغييرات، بغيتي ديري عمليه تجميل، بغيتي ديري شي حاجه خاصه بالشعر او بالوجه، او تغييرات في اللبس ديالك او في الكلام ديالك، راه غادي تكوني ناجحه بهذا الخصوص هذا. كنتي كتنتظري اوراق اقامه او جنسيه او تاشيره او مثلا رخصه سياقه او شهاده او عقود او شيكات او ملفات، انتيا يعني مقلقينك وكتقولي واش غادي نحصل عليهم، او متردده بهذا الخصوص، فما تردديش بخصوص هذه الاوراق، الاوراق كلها ايجابيه، تحصلي عليها ان شاء الله، وعندك معها حظوظ وعندك عليها حظوظ. كذلك اي وحده فيكم عندها شيء مع فقيه، طبيب، محامي، رجل اداري، الامور غاديه ممتازه جدا بدون تردد، ما يكونش عندك
تردد. بالنسبة للحياة العاطفية أو الحياة الزوجية، فكنشوف هنا مصالحة ورجوع، ولكني بعدها خصام مباشرة. كاين الرجوع وكاين الهضرة والكلام، ومن بعدها خصام ومناقشات ناتجة عن العين والحسد. فشوفي انتيا لما يرجع لك الطليق ديالك ويرجع لك الحبيب ديالك، فما تبانيش ترجعي تفرعني كي كنقولوا وانا رجع لي وانا وشتي والله حتى درت له وفعلت له وديري بوم. فالعين والحسد راهو عليك، وممكن ترجعي عاوتاني لنفس المشكل، لان بالعين والحسد وتدخل الناس والهضره والكلام ديالهم يعاود يرجعك لنفس الشيء اللي كنتي فيه. هنا كاينه امراه اللي غادي تبان في هاد الايام الجايه، امراه كبيره في السن، غادي تساعدك من الناحيه العاطفيه او غادي تساعدك بخصوص الحياه الزوجيه ديالك. هنا بالنسبه للعمل، فغادي يكون عندك سفر عن طريق العمل، واللي هي كتنتظر سفر راه غادي يكون عندك سفر البلاد البعيده او المدينه البعيده، وكاين اللي عندها سفر عن طريق العمل، وكاين اللي عندها سفر عن طريق الدراسه. السفر غادي يكون بعد 3 ايام او 3 اسابيع، انا لا اراها 3 اسابيع، وإنما يمكن 3 أيام أو 3 في شهر 11. اللي كان عندها شي حاجة في المحكمة شي شوية غادي تعطل أنها تسمعي عليها النتيجة. كنشوف هنا اللي عندها الأسمر راه دايرين لكم سحر أو طاقة سلبية بينك وبين هذا الأسمر، حتى إذا كان هذا المسؤول ديالك فغادي تلقاي معاه مشكل في الأيام الجاية، أو هو موظف معك هذا الأسمر في العمل غادي تلقاي مشكل معاه. كاين اللي كيدير لك سحر معاه، كاين اللي باغي يخلق صداع بينك وبين هذا الأسمر هذا. وبالنسبة للأبيض، فانا كنشوف هذا الابيض سواء كان حبيب او زوج راه كاين طرف ثالث مأثر عليه في هذه الايام الجايه. كان هذا الفال ديالك هي السمراء، نعاودوه بسرعه. فقلنا هنا كاينه اللي حامله هم لانها تحمل او انها الولاده، او شخص غايب مده طويله، او سجين، او شخص جديد دخل في حياتها وما عرفاش انه واش مزيان او ما مزيانش. فهاد الامور كلها اللي ذكرت عندكم عليها علام الفرح، اشياء ايجابيه. بالنسبة للحنطي، فكنشوف الحنطي يمكن مريض او غادي يدخل المستشفى او عنده علاجات، وانتي غادي تكوني متأثرة لهذا الحنطي. واخا كنشوف ان البعض فيكم ما قادراش تستحمل انها تقابل حد مريض، او ما قادراش تستحمل انها تعيش الالم. فاذا قدرتي تصبري تبارك الله، هذا الشيء اللي عطاك الله. هنا كنشوف الاسمر اللي انت حامله الهم ديالو، سواء كان حبيب، زوج، ابن، اخ، او صديق، او موظف معك، وكتقولي واش غادي يهضر معايا، واش غادي يكون تصالح، هو كيف كر انه يرجع يهضر معك. كنشوف ان بيناتكم سحر هاد الايام هادي، كاين اللي دار لكم سحر او يعني باغي يخسر بيناتكم ويخلق بيناتكم مشكل. بالنسبه للعتبه، غادي تكوني كتسهري بالليل بزاف، عندك ارق. بالنسبه اللي هي كتفكر في تغيير عتبه او شراء عتبه او اصلاحات في العتبه، فالامور غادي تكون جيده ومناسبه. عندكم ارزاق كذلك غادي تدخل لكم العتبه، اللي كانت كتشوف العتبه ديالها سوداء فالايام الجايه غادي تحسي بالعتبه كان فيها نور، كان فيها تغييرات الى الاحسن، غادي تحسي براحه نفسيه في العتبه ديالك. هذا الحنطي هذا اللي هضرنا عليه، اللي يكون مريض او سمع خبر اللي هو غيار ويكون شويه متالم، راه داخل العتبه او جاي العتبه، او عندك معاه لقاء وعنده ارزاق كثيره من الناحيه الماديه. بالنسبه للابيض، فكنشوف انه تيفكر فيك، ولكن ماشي بواحد النسبه اللي هي كبيره، يعني كدوز واحد المده عاد يفكر فيك. حتى انت اللي مزوجه فهو كيفكر في البيت، في الابناء ديالو، ولكني بشكل ضعيف، لان كنشوف مرأة اخرى مأثرة لي على الحياة ديالو، ممكن تكون طرف ثالث، وممكن تكون مرأة من العائلة اللي واخداه او هو كيساعدها وحملها الهم. هذا السيدة ممكن تكون اخته وعندها مشاكل في المحكمة، او غادي يكون هو في المساعدة ديالها.
هذا الابيض هذا ردي بالك منه اذا كان معك حتى في العمل او كان زوج او كان حبيب، لان غادي يكون شويه اناني، غادي يكون شويه يعني ياخذ اكثر ما يعطي ويكون شويه غدار، فانتبهي منه. من ناحيه ديال الحدود الماديه عندكم جوج الرزقات كبيره، عندكم مكالمه هاتفيه غادي تفرحوا عليها، عندكم تغييرات غادي ديروها في الصالح ديالكم، سواء تغييرات في البيت او تغييرات في اللوك ديالكم وغادي تفرحوا عليها. كل ما يخص الاوراق جنسيه، اقامه، جواز سفر، شهاده، رخصه سياقه، ملفات، شيكات، مثلا تريطات، فهاد الامور كلها جيده وعندها حلول، فقط لا تترددي اذا كان عندك انك تصيبي ورق فلا تترددي، فنوضي توكلي على الله وديري الاوراق ديالك، راه غادي تلقايهم بسهوله وتكوني محظوظه في كل ما يخص الاوراق. قلنا اللي عندها شيء مع محامي او طبيب او رجل اداري فالامور غادي تكون جيده، حتى اللي عندهم شي حاجه مع الاساتذه ديالهم او كل ما يخص هنا بلقاء مع استاذ فغادي يكون ايجابي اللقاء مع الاستاذ ديالك. بالنسبه للحياه الزوجيه او العاطفيه فعندكم لقاء وعندكم رجوع، ولكن سرعان ما غادي يعاود يتقلب الصداع، وهذاك ناتج على العين والحسد والتابعه، فما تبقاوش تعاودوا الاسرار ديالكم. كاينه هنا مرأة اللي كبيره في السن اللي ممكن تساعدك في الحياه العاطفيه ولا في الحياه الزوجيه ديالك. بالنسبه قلنا للسفر اللي كتفكر في السفر، راه بعد 3 ايام غادي يكون عندك سفر او 3 ساعات من الان، المهم السفر ديالك راهو قريب، واذا كان اطول فلا تتعدى 3 اسابيع ويكون عندك سفر. وكاين اللي عندها سفر عن طريق العمل، وكاين اللي عندها سفر عن طريق الدراسه. هنا كنشوف هذا الاسمر هذا راه عندك معاه سحر، او عندك معاه طاقات اللي هي سلبيه، حتى الا كان مع الا كان هذا الرئيس ديالك في العمل او كان زوج او كان طليق او كان اخفى، كاين اللي كيدير بيناتكم حاجات باش ان يوقع بيناتكم صداع. وقلنا الابيض راهو عنده طرف ثالث مشغول به، فهذا مجال الفال ديالك يا السمراء. نخليكم على خير، تهلاو في راسكم، كنتمنى لكم الصحه والسلامه وطول العمر، وباي باي، والى اللقاء في قراءه اخرى، ونخليكم على خير، كنبغيكم.